مشاهدينا أهلا بكم إلى النشرة المفصلة من العربية، أنا ميسون عزام وأحييكم، وهذه الخامسة. مشاهدينا نبدأ بالعناوين. فرق الإنقاذ بدرنة تواجه صعوبات بالبحث عن جثث ضحايا الفيضان في البحر. وصول مئات النازحين من أرمن كاراباخ إلى أرمينيا خوفا من تعرضهم للتطهير العرقي. الجنيه السوداني تحت ضغط الحرب ويواصل الانهيار عند 880 جنيها أمام الدولار. المخابرات الأوكرانية تقول إن الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي قضى على قيادات. إذا مشاهدينا سنبدأ من ليبيا، حيث خلفت الفيضانات التي تسببت بها السيول وأيضا الفيضانات قبل أسبوعين في ليبيا أكثر من 3845 قتيل، طبعا بحسب حصيلة جديدة نشرتها سلطات شرق ليبيا. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أعلنت عن انتشال 115 جثة، كما أعلن مركز طب الطوارئ والدعم عن انتشال الفرق المتخصصة 370 جثة من السواحل البحرية المحاذية لمدينة درنة. يوم أمس بعد المؤتمر الصحفي زاد هذا العدد إلى 202 عملية دفن موثقة من قبل وزارة الصحة، واليوم تمت عملية يعني 43 عملية دفن لجثث تم انتشالها، لجثامين تم انتشالها اليوم، وبذلك وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في الحكومة الليبية هي 3845 وفيات. المزيد معنا من درنا مراسل العربية محمد مسعود، أهلا بك محمد. دعني أبدأ بالأرقام التي تم توثيقها، نتحدث عن 3845 ما هو موثق الآن، رغم أنه الأرقام كانت تتحدث عن 9500 مفقودين. ماذا عن البقية غير موثقين، لم يتم دفنهم أو لم تعرف هوياتهم؟ نعم ميسون، إجابة هذا السؤال تكمن في النسبة ما بين أعداد سكان المدينة أو المناطق المنكوبة في المدينة، باعتبار أننا نتحدث عن منطقة كبيرة جدا داخل مدينة درنة، أكثر من 6 أحياء محيت بالكامل وسويت بالأرض أو جرفت بمن عليها من الأخضر واليابس والحجر والبشر إلى عمق البحر أو إلى قاع البحر. فبالتالي هذه الأعداد التي تتحدث عنها لجنة الطوارئ هي المسجلة رسميا، ومن تم منح تصريح دفن وتم دفنهم عن طريق وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المعنية. أعداد المفقودين هي ما تشير إلى تضاعف هذا الرقم وتصل به إلى ما ذكرته الآن، باعتبار أننا نتحدث عن أكثر من 30,000 شخص يقطنون في هذه المناطق، ويعني بالتالي عدد الناجين لن يصل إلى هذا الرقم بكل أسف. فبالتالي أن أعداد المفقودين سوف تضاف على أعداد الموتى أو الضحايا من هذه الفاجعة، ولكن حتى هذه اللحظة الآن تتعامل السلطات مع من توثقهم بشكل رسمي في انتظار ما يتم دفنه أو الوصول إليه، أو حتى انتظار الفرق المتخصصة التي وصلت بالفعل منها الفريق الإماراتي على سبيل المثال مع أجهزة متطورة ليكشف عن الجثث مجهولة الهوية. هناك رقم كبير للغاية ومهول من أعداد الجثث التي اختفت ملامحها أو معالمها بالكامل جراء هذه الفيضانات والسيول، أو حتى نتحدث ميسون عن بعض المناطق في غرب وشرق مدينة درنة وصلت إليها بعض الجثث عن طريق البحر بعد ما أوصلتها هذا أو أوصلها هذا الفيضان إلى تلك المناطق وانتقلت لكل هذه المسافة. فبالتالي عملية الحصر ومجهولي الهوية وعدد المفقودين بالمقارنة مع نسبة سكان المدينة هو ما يكون الفيصل في هذا الرقم أو المحدد لهذا الرقم. وهذا ما يدفعنا للتساؤل محمد عن جغرافية العمليات على الأرض، أين تتركز وعلى ماذا الآن؟
بالأمس صراحة ميسون حضرنا اجتماع مع فرق الإنقاذ الدولية والمحلية داخل غرفة الطوارئ المشكلة من قبل الحكومة والجيش. كل فريق قام بترميز المنطقة التي يقوم بالبحث فيها، وفي نهاية كل يوم يتم الاجتماع وإعطاء الأرقام النهائية لعملية انتشال الجثث أو حتى لعملية للصعوبات والمعوقات أمام هذا يعني هذا العمل الإنساني. الحديث الآن يكاد يكون أنه يتركز أو تتركز ويذهب الاتجاه مع كل الفرق التي تحدثنا معها بالأمس سواء الروسية أو حتى الفريق الأردني والمصري. هناك حديث على أنهم يودون أن يتركز النشاط على ساحل المدينة وعلى قاع الميناء ميناء المدينة أو حتى سواحل المحاذية، باعتبار أن أكبر عدد من الجثث متواجد في هذه المنطقة ولم يطفوا حتى هذه اللحظة الآن، بطبيعة أن لا يزال هناك مباني بأكملها تحت قاع البحر وسيارات صحيح. بها مواطنون هربوا من هذا الفيضان، ولكن جرفهم الفيضان إلى شاطئ البحر أو إلى قاع البحر. فبالتالي كل الجهود متركزة الآن أو 70% من الجهود على ساحل المدينة والبحر، ولا تزال هناك بعض الفرق تتواجد داخل المدينة لإزالة الركام وانتشال ما يمكن انتشاله من هذه الجثامين المتحللة مع مرور الأيام والوقت. وهذا بالنسبة لمن فقدوا حتى الآن، ماذا عن الأحياء ووضعهم محمد؟ النجون صراحة من هذه الفاجعة تم يعني توزيعهم على مسارين. المسار الأول من يحتاج إلى رعاية صحية أولية لا يزال يتواجد هنا بداخل المدينة، وبمجرد أن يتعافى يتم نقله إما إلى بعض الأقارب إن وجدوا هؤلاء الأقارب أو بعض الأصدقاء، أو يختار هو بنفسه سواء كان يعني من البالغين أو كان من الصغار، فالدولة تتكفل بهم عن طريق الحكومة الليبية وإصدارها لقرار مؤخرا بأن كل شخص فقد أهله في هذه الفاجعة أو فقد أقربه يعتبر مكفول من قبل الدولة. المسار الآخر هو أن هناك بعض الحالات حرجة للغاية تم تحويلها لمستشفيات المدن الكبرى كمدينة البيضاء أو حتى نتحدث عن مدينة بنغازي أو حتى الذهاب إلى مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس، وهناك من قرر مغادرة المدينة وهناك من قرر البقاء فيها في بعض المدارس. كل المؤسسات هنا في حالة استنفار كاملة. مؤسسات التعليمية هنا في المدينة بدأت في استقبال كل الناجين أو النازحين والذين فقدوا بيوتهم وتمكنوا من النجاة من هذه الكارثة أو من هذه الفاجعة. من درنا مراسل العربية محمد مسعود، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. منظمة الصحة العالمية كانت أكدت أن الأحداث التي شهدتها ليبيا جراء إعصار دانيال لم ينتج عنها تسجيل أي حالة رصد لأي وباء. ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن قال إن الاستعدادات تجري باستمرار للوقوف ضد أي تفشي وباء قد يكون محتملا. زويتن لفت إلى أن حالات الإعياء التي تم التبليغ عنها في درنا لا تثير قلقا نظرا إلى الحجم الذي تتمتع به المدينة. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الدكتور أسامة علي، وهو الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا. أهلا بك دكتور أسامة. اسمح لي أن أبدأ بهذه التصريحات من منظمة الصحة العالمية، إلى أي حد هي مطمئنة بالفعل؟ بداية بعد مساء الخير، هذه التصريحات مطمئنة فعلا لكافة المواطنين، خصوصا أن مركز مكافحة الأمراض وغيرها من المؤسسات الصحية منذ أيام تسجل الحالة صفر من التسمم الذي حدث من المياه في أكثر من 155 حالة. بعد ذلك أصبحت الحالات صفر لعدة أيام متكررة حول ما حدث. نحن مثلا كجهاز إسعاف وطوارئ ومهمتنا هي رعاية صحية الأولية أيضا نسجل صفر لهذا النوع من الحالات، ولم يتم إبلاغنا عن أي نوع من حالات التسمم مثل القيء أو الإسهال أو ما شابه ذلك. لذلك نطمئن الجميع أن الوضع الوبائي في درنا هو وضع مستقر جدا، لا يوجد أي نوع من الأوبئة، خصوصا أن ليبيا ليست من الدول التي تحمل أمراضا مزمنة مثل الكوليرا أو مثل إيبولا التي من الممكن أن تنتقل من الجثث. صحيح دكتور، هي القضية متعلقة بالجثث تحت الأنقاض التي لم يتم انتشالها وربما تتحلل. نقطة أساسية، التصريحات تتحدث أيضا عن أن الاستعدادات موجودة لمواجهة أي تفشي لأي وباء. طبيعة الاستعدادات هذه؟ جيد. بالنسبة لطبيعة الاستعدادات هذه أمر مفروغ منه، خصوصا أن عملية الانتشال تتم بطريقة علمية، يعني كافة فرق الانتشال تكون مزودة باللبس الواقي إضافة للقفازات من تكون أنها ثقيلة جدا. لا ننسى أن كافة فرق الانتشال مثلا اليوم
تم تطعيم معظم فرق الخاصة بالانتشار ضد مرض الكزاز الذي ممكن أن ينتقل عن طريق الصدأ في بعض عن طريق الجروح من الممكن، لكن من الجثث من المستحيل أن يتم نقل أي مرض طالما الجثة لا تحمل أي أمراض مزمنة حتى في حالة التحلل. يعني هناك فقط جرذان ربما دكتور يعني لا مع هذا كم من السيل لا أعتقد بوجود جردان. يعني أنت تتحدثين عن منطقة وين المخاوف لكان؟ اسمح لي دكتور أسامة وين المخاوف تكمن؟ المخاوف الآن لا يوجد أي مخاوف من الجثث، فقط كانت المخاوف من المياه الجوفية اللي تلوثت بالصرف الصحي، لكن بعد تقديم النصائح لكافة المواطنين والإرشاد بعدم استعمال المياه الجوفية في المناطق اللي قريبة من المنطقة المتضررة بشكل عام والمناطق اللي تصنع فيها الآبار الجوفية، لا يوجد هناك أي نوع من المخاوف حتى هذه اللحظة. طيب. هذا بناء على تصريحات مركز مكافحة الأمراض الليبي. طبعا من طرابلس الدكتور أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، شكرا جزيلا لك. نعم نشاهد هنا إخراج الجثامين في هذه المنطقة الساحلية الرائحة قوية بعض الشيء. أعلن مستشار زعيم الأرمن في إقليم كاراباخ اتخاذ قرار بمغادرة الإقليم مشددا على أن البقاء يعني التعرض لحرب إبادة طبعا بحسب تعبيره. في التفاصيل نقلت رويترز عن المستشار الأرمني في الإقليم تأكيده أن مغادرة الإقليم هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على حياة الأرمن وأنه لا يمكن القبول بالعيش تحت حكم أذربيجان. مستشار زعيم الأرمن أضاف أن الأرمن سيغادرون إقليم كاراباخ إلى أرمينيا عبر معبر لاتشين الحدودي، مؤكدا أن ما يحدث وصمة عار في جبين المجتمع الدولي. للمزيد معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الصحفي المختص في الشأن الروسي سامر الياس. سيد سامر اسمح لي أن أبدأ بالتصريحات الأرمنية والمخاوف من تطهير عرقي، بينما المتحدث باسم الجيش الأذري ينفي مثل هذه التقارير، دعنا نستمع. تتخذ القوات المسلحة الأذربيجانية بالتعاون الوثيق مع قوات حفظ السلام الروسية جميع التدابير للتأكد من أن المدنيين والأرمن المحليين وأولئك الذين يعودون إلى وطنهم آمنون. هذا هو السلاح الذي كان بأيدي القوات الانفصالية الأرمينية والقوات الأرمينية النظامية الموجودة هنا، وتم الاستيلاء عليها خلال اليومين الماضيين. ما بين المخاوف والنفي دكتور سامر، لماذا هذه التطمينات غير كافية وإلى أي حد هناك جدية فعلا من هذه المخاوف؟ تحية طيبة. هذه التطمينات غير كافية نظرا للتجربة التاريخية التي عانت منها هذه المنطقة. دائما وأبدا الحروب في ناغورني كاراباخ كانت تتسم بحملات تطهير عرقي كبيرة. هذا ما جرى في الحرب بين عامي 1988 و1994 حين تم تشريد معظم الأذربيجانيين من منطقة كاراباخ شوشة العاصمة الثقافية لأذربيجان للأذربيجانيين في هذا الإقليم ومن المدن الأخرى وست مقاطعات أيضا إلى جوار ناغورني كاراباخ. أيضا الجانب الأذربيجاني رد على هذه الحرب بطرد جميع الأرمن الذين كانوا يعيشون في داخل الأراضي الأذربيجانية. باكو مدينة كان يعيش فيها الكثير من الأرمن والروس، لكن الأرمن تركوها بعد بدء المعارك في ناغورني كاراباخ. لذلك هذه المخاوف في مكانها نظرا للخوف من إمكانية أن تكون هناك حملات تطهير عرقي دون حماية. سيد سامر، لأنه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باتشينيان انتقد روسيا ولكن بشكل مبطن ووصف أنظمة الأمن الخارجية الحالية لبلاده بغير الفعالة، في أساس لهذا الاتهام هل خذل الأرمن؟
أنا أعتقد الجانب الأرمني كان يراهن على كثير من دعم روسيا، لكن هذه المراهنة في عام 2020 انتهت عمليا، نظرا لأن أرمينيا وهي دولة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إضافة إلى روسيا وعدد من بلدان آسيا الوسطى وبيلاروسيا، لكن روسيا قالت بأنه لم يكن هناك أي اعتداء على الأراضي الأرمينية، ولذلك لم تتدخل هذه القوات على عكس ما جرى في بداية عام 2022 إذا تذكرون، حين تدخلت هذه القوات في كازاخستان من أجل مساعدة الرئيس جومار توكايف. الجانب الأرمني أيضا غير قادر على مواجهة كبيرة مع أذربيجان، وأعتقد بأن باشنيان ذاته الآن يخشى من نقمة جماهيرية كبيرة. نعم. في عام 2020 عندما هزم هزيمة كبيرة في الحرب 44 يوم استطاع التجاوز هذه نجا منها، ولكن علامة الاستفهام كبيرة هذا اليوم. سيد سامر، هل طوي ملف هذه المنطقة تحديدا أو لا؟ لا أعتقد ذلك. إذا كان لو كان هناك إمكانية لبقاء الأرمن في هذه الفترة للأرمن في هذه المنطقة وقيام أذربيجان بجهود حقيقية من أجل دمج هؤلاء السكان في هذه المنطقة، فيمكن أن نتحدث عن إمكانية تعايش إثنية أرمنية في داخل كرباخ، لكن في حال مغادرتهم أعتقد بأن هذه الأحقاد وهذه الحروب سوف تستمر لفترة طويلة. الأرمن في عام 2020 عندما خرجوا من مناطقهم التي احتلوها في أذربيجان أو في ناغورني كرباخ حرقوا بيوت وقتلوا مواشيهم من أجل ألا يستفيد منها الجانب الأذربيجاني. الحروب الإثنية بين القوميات هي أصعب حروب، خاصة إذا ترافقت مع عامل ديني وعامل تاريخي كبير. طيب. وثقل التاريخ والمجازر والإبادة الجماعية. سامر الياس المختص في الشأن الروسي من الدنمارك، شكرا جزيلا لك. وإن بدا هادئا عن بعد، إقليم ناغورنو كاراباخ فوق صفح ساخن بالنسبة للأرمن على الأقل، فرغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ووضعت الأسلحة أرضا، المشكلة مستمرة، أزمة إنسانية تلح في الأفق. القلق بشأن الأرمن في ناغورنو كاراباخ يتصاعد مع تشديد القوات الأذربيجانية قبضتها على المنطقة الانفصالية، إذ نصبت مدافع هاون على مرتفعات مطلة على الطريق المؤدي إلى عاصمة الإقليم القريبة. باكو أضحت تسيطر أيضاً على ممر لاتشين الذي كان يربط المنطقة بأرمينيا. حركة المرور ظلت مقطوعة طوال الأشهر التسعة الماضية، ما تسبب بنقص كبير في المواد الغذائية والأدوية في الإقليم. يريفان أعلنت استعدادها لقبول جميع سكان ناغورنو كاراباخ من عرقية الأرمن. إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورنو كاراباخ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأنهم سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص. حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورنو كاراباخ. في الأثناء دخلت أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ناغورنو كاراباخ. أذربيجان تتهم الأرمن بإحراق منازلهم قبل الرحيل، أما المغادرون فأمرهم أصبح مجهولا في ظل المخاوف من عمليات تطهير عرقي قد تنفذها القوات الأذربيجانية. بلال البجديني، العربية. في الخامسة ولكن بعد قليل. المخابرات الإيرانية تقول إنها أحبطت 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقلت 28 شخصا. وفي الخامسة أيضا، مالي تدعو بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلاده إلى المغادرة.
أهلا بكم إلى الخامسة. فقد الجنيه السوداني حوالي 40% من قيمته طبعا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع الحرب، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حوالي 880 جنيه خلال تعاملات اليوم، بعدما كان يسجل 600 جنيه قبل اندلاع الحرب. ويتخوف اقتصاديون من ارتفاع أسعار السلع في السودان بشكل غير مسبوق بفعل الاعتماد على الاستيراد بعد توقف غالبية المصانع عن العمل. المزيد معنا من بورت سودان مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. أهلا بك لينا، كيف تنعكس هذه القيمة الجديدة على السودانيين؟ أهلا بك ميسون. طبعا الجنيه السوداني وصل لأدنى مستوى في تاريخه، إذ أن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى نحو 890 جنيها، هذا أدنى مستوى يصل إليه الجنيه السوداني، وصل إليه اليوم، بالتالي الانعكاسات ستتضح بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة. لماذا وصل الدولار إلى هذا السعر، أو لماذا تدنى الجنيه إلى هذا السعر؟ يمكن أن نقول نسبة للإقبال الكبير للمواطنين السودانيين وخاصة المسافرين لشراء الدولار. الأمر الآخر أيضا لإصدار الجوازات، هناك أيضا خلل في النظام المصرفي، إذ لا تتم أي تحويلات بين السودان والخارج بصورة رسمية. نحن نعلم أننا في فترة حرب، ولكن هناك تداعيات كثيرة، خاصة أن حركة الاستيراد توقفت بصورة صحيح. رسمية هناك الآن حركة تتم عبر بعض القطاع الخاص ويحتاج إلى دولار، لذلك هناك إقبال على شرائه من السوق. والمصانع في معظمها أغلقت ارتفاعه بهذه الصورة، والمصانع في معظمها لينا أغلقت، أي تحركات للتعاطي مع هذا الوضع الآن؟ ميسون، سؤالك هو السؤال الذي يرغب المواطنين بسماع إجابة له. معظم المصانع خارج دائرة الخدمة، نسبة لأنها طبعا تعرضت إلى اعتداءات في فترة الحرب، خاصة من قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان. أيضا هذه المصانع التي خرجت عن الخدمة لم تقم ببديل مثلا في الولايات، لذلك هناك تأثر بصورة كبيرة على استيراد السلع. الآن يتم استيراد بعض السلع من دول الجوار بأسعار كبيرة، وهذا الأمر ستتضح انعكاساته بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هذا الأمر سينعكس مثلا على شراء سلع أساسية وكذلك حتى ثانوية، من السلع الأساسية حتى فيما يتعلق بالأغذية، المواد النظافة، كلها ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، ونتوقع أن يكون هناك ارتفاع بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 890 جنيه. من بورت سودان مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب، شكرا جزيلا لك. كشف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، كشف أن الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين من بينهم جنرالات روس. بودانوف قال إن من بين الجرحى قائد المجموعة العقيد جنرال ألكسندر رومانشوك، وإن حالته خطرة للغاية، كما ويعاني رئيس الأركان الفريق أوليغ تسيكوف من حالة فقدان للوعي بحسب التصريحات الاستخباراتية. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أشار إلى أنه لا يزال جاريا تحديد عدد الأفراد العسكريين العاديين المصابين الذين ليسوا من موظفي المقر. المزيد معنا من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد، أهلا بك. هذا ما تقوله إذا عبد الجواد، الاستخبارات الأوكرانية ماذا عن روسيا بالتصريحات الرسمية حول ما حدث؟ ميسوم، بالرغم من التقارير الغربية التي تتحدث عن هذه الخسائر، إلا أن الرواية الرسمية في موسكو حول خسائر الضربة الصاروخية التي طالت مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول لم تتغير حتى هذه اللحظة. هي 48 ساعة مرت منذ تلك الضربة، لكن السلطات الرسمية ما زالت تتحدث فقط عن فقدان جندي واحد وتعرض مباني مجاورة لهذا المقر لأضرار مختلفة. طبعا هذا الموضوع انتهى من الشارع الروسي وقضية مناقشته بشكل واسع، لكن التحليل السياسي وخاصة العسكري يتطرق لهذا الموضوع. بعض المحللون راحوا يتحدثون بأن هذه الضربة لم تكن لتجري دون دعم من الاستخبارات الأمريكية. بعض روايات
بعض الروايات تتحدث بأن الطيران الأمريكي الذي يعمل في المياه المحايدة في البحر الأسود قام بتزويد القوات الأوكرانية ببيانات أمكنتها من الوصول بهذه الضربات إلى ذاك المقر. أيضا بعض الروايات العسكرية وهي مصادر شبه رسمية ميسون تحدثت بأن الصواريخ المستخدمة هي من صواريخ كروز واستبعدت أن تكون أمريكية باليستية باعتبار أن التعامل مع الأخيرة وأقصد الصواريخ الباليستية هي أسهل بالنسبة لوسائل الدفاع الجوي الروسية. ضربة قوية صمت من قبل الكرملين من قبل وزارة الدفاع والخارجية حول الموضوع. طيب بغض النظر عن الخسائر البشرية ضربة قوية بالنسبة لاستهداف القوات وهذه القاعدة الروسية، وبالتالي السؤال أي ردود فعل، كيف ستتعامل روسيا معها؟ ميسون يعني حتى هذه اللحظة يعني كل ما حدث من ضربات بهذه النوعية من الصواريخ والتي طالت نقاط حيوية تشبه هذا المقر هي ضربات قاسية تضرب الكرملين. يعني عندما تجري مثل هذه الضربات يخرج الكرملين عادة بالحديث عن أن مثل هذه الضربات ستمد من عمر الصراع وموسكو ستصعد من لهجتها، وهذا قد يفسره بيان وزارة الدفاع اليوم الذي تطرق للحديث عن تحييد مئات الجنود والمقاتلين التابعين للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى إسقاط مروحية مقاتلات يوم أمس. كان أبرز الأخبار هو إسقاط 4 مقاتلات من طراز ميغ وسخوي وغيرها. لذلك طبعا هو تصعيد من وزارة الدفاع في بيانها اليوم والذي يتحدث عن عدة محاور أبرزها في زاباروجي وخيرسون ودنيتسك. ميسون من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لك. أعلنت المخابرات الإيرانية أنها أحبطت 30 تفجيرا معدا بشكل متزامن في العاصمة طهران، كما واعتقلت 28 شخصا على صلة بهذه المتفجرات كانوا قد عملوا في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق. المخابرات الإيرانية أشارت إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل، 100 عبوة ناسفة وأجهزة إلكترونية للقنابل الموقوتة وطلقات رصاص وأجهزة اتصالات وعملات أجنبية. المزيد ينضم إلينا من دبي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود، بداية قراءة في هذا البيان، توقيت التفاصيل أيضا التي قدمت فيه. ما تفضلت به في واقع يمكن القول بهو العمود الفقري للبيان الصادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية. وزارة الاستخبارات الإيرانية قالت مؤخرا إلا أنها لم تحدد تاريخ محدد لاعتقال هؤلاء الأشخاص، كما لم توضح هل تم اعتقالهم دفعة واحدة أم تم اعتقالهم خلال مراحل وفي أماكن مختلفة، وإن كان هناك صور لرصدهم منذ دخولهم إلى البلاد. لا، هناك أيضا يقولون بأن الاعتقال تم في 3 محافظات إيرانية، في طهران وفي محافظة البرز غربي محافظة طهران ومحافظة أذربيجان الغربية التي تقع على حدود تركيا والعراق. لذا المكان لم يكن مكانا واحدا حسب البيان الصادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية. طيب كيف ينظر المراقبون إلى هذا الإعلان؟ هل يعتبر انتصار بالنسبة للإيرانيين كونهم أفشلوا هذه الخطط أو لا؟ ربما دليل على أنه في خرق أمني متواصل بالنسبة للإيرانيين والاستخبارات الإيرانية. لو عدنا إلى البيان، البيان يؤكد بأن الهدف من هذه العمليات الذي تحدث عنها البيان كان كسر شوكة إيران الأمنية، إلا أننا استطعنا أن نوقف ذلك. والبيان أيضا فيه إشارات بشكل غير مباشر إلى إسرائيل، كما أن هناك إشارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني من خلال داعش. ربطهم بداعش، لأن البيان يقول هذه المرة لم تكن أساليب داعش بالسذاجة التي كانت في السابق، بل كانت أكثر تطورا وأكثر تعقيدا، وتحدث عن وجود أسلحة أمريكية الصنح في حوزة هؤلاء الذين تم اعتقالهم. نحن نعرف اتهام متبادل بين إيران والولايات المتحدة حول داعش. في السابق في 2016 اتهمت واشنطن بوست بأنه إيران على علاقة بداعش. في نفس الوقت موقع المرشد الأعلى
أصدر دراسة وبعشر نقاط بأن داعش مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تبادل الاتهام حول داعش مستمر لا يزال بين إيران وأمريكا وإسرائيل. صحيح، بس خلينا نحكي عن الخلية نفسها كخلية داعش التي جاءت من أكثر من منطقة، دلالات هذه المناطق. هذه المناطق عندما نتحدث عن أذربيجان الغربية وقد تكون هي نقطة الانطلاقة لو أردنا أن نتبع ما جاء في البيان، أذربيجان الغربية هي منطقة المناطق الغربية للمحافظة، مناطق كردية سنية، والمناطق الشرقية لنفس المحافظة أتراك أذريين شيعة. لذا عندما يتحدثون عن هذه المنطقة وأيضا إشارات إلى كردستان العراق يراد منها الإشارة إلى وجود هؤلاء قبل المجيء إلى إيران في كردستان العراق، كما أن هناك إشارات إلى وجودهم في سوريا وفي أفغانستان وفي باكستان أيضا. المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار مسعود الفك، شكرا جزيلا لك. تتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية. تزامنا مع إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، تعود المفاوضات للواجهة من جديد بين دولتي المصب وإثيوبيا وسط ترقب محلي وإقليمي لنتائجها. 10 سنوات وأكثر من التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تسفر عن نتيجة واضحة، وهو ما يعكس حجم الخلاف القائم الآن، ما يضع ضغطا أكبر على المفاوضين من كل الأطراف. فجولة المفاوضات التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين صاحبتها مسائل خلافية كثيرة ورفض واضح لكل الإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية لسد النهضة. القاهرة مصرة هذه المرة على تحديد واضح لأطر المفاوضات من أجل ضمان نجاحها، بحيث أن إيجاد اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف سيكون الدعامة الوحيدة لحل كل المسائل الخلافية. برفض أي إجراءات إحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي. في المقابل تواصل إثيوبيا رفض الاتهامات الموجهة لها والدفاع عن طموحها التنموي بدعوى أنه لا يستهدف الإضرار بأحد وأن السد مشروع تنموي سيعود بالفائدة للجميع. ووسط مفاوضات متعثرة تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله. قال وزير خارجية بوركينا فاسو باسولما بازي خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بأن العقوبات القاسية المفروضة على بلاده بعد الانقلاب كانت تقف وراءها فرنسا والتي لطالما كان لها نفوذ جيوسياسي في القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية بحسب تصريحه. لو كان المجتمع الدولي واضحا وصادقا في حربه ضد الإرهاب لما كانت لديه مشكلة في دعم السكان وتدريبهم للدفاع عن أنفسهم. هناك افتقار واضح للصدق داخل المجتمع الدولي. على سبيل المثال، عندما قامت مالي وبوركينا فاسو والنيجر بتوحيد قواتها لمحاربة الإرهاب، خرجت فرنسا من العدم لفرض أداتها المتمثلة في مجموعة الساحل الخمس، واليوم مجموعة إيكواس تدخلت فجأة بقوة لإقامة الديمقراطيات على حد قولها. ستعمل بوركينا فاسو مع الشركاء الذين تريد العمل معهم بطريقة سيادية. بوركينا فاسو شهدت عقوبات قاسية بعد الانقلاب، وكل العقوبات وقفت وراءها فرنسا. وفي مالي، دعا وزير خارجية مالي عبد الله ديوب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلاده إلى المغادرة. قال إن بعثة الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة مالي في إعادة بسط سلطتها على أراضيها.
لقد أصبح من غير المقبول أن تسمح حكومة مالي للبعثة المتكاملة بالاستمرار لكونها جزءا من المشكلة من خلال تفاقم التوتر بين مجتمعاتنا عبر استغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية وخدمة أجندات خارجية تابعة لبلدان معادية لمالي. شن المجلس العسكري الحاكم في النيجر حملة اعتقالات طالت مسؤولين في نظام الرئيس المعزول بتهمة الفساد، وبحسب المجلس فإن محاربة الفساد تتصدر أجندة السلطات الجديدة، طبعا إلى جانب طرد القوات الفرنسية. هدفان تصدرا أجندة العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في النيجر، وهما فرض انسحاب القوات الفرنسية ومحاربة الفساد. وهذا كاف في رأي الكثير من أنصار الانقلاب في العاصمة نيامي لتبرير الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة. إذا كنا نعرف أن شخصا ما قد سرق أموالا من الدولة فيجب علينا إجباره على إعادتها. هؤلاء الأشخاص الذين تم القبض عليهم كانت معهم أموال، يجب أخذ هذه الأموال منهم، هذا مهم جدا للبلد. وإذا كان إلغاء العسكريين اتفاقية عسكرية وأمنية مع فرنسا واستمرار الضغط الشعبي وحصار المتظاهرين للقواعد الفرنسية والحملة الإعلامية لم يؤدي حتى الآن لخروج جندي فرنسي واحد من النيجر، تبدو حصيلة الحرب على الفساد بهذا الشكل. وضع العسكريون بعض أركان النظام السابق في السجن، أصدروا مذكرات توقيف وتفتيش دولية بحق آخرين، كما أنشأوا هيئة لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. في شوارع نيامي لا تبدو الديمقراطية التي تريد منظمة الإكواس والمجتمع الدولي استعادتها في النيجر أولوية في مقابل هموم الحياة اليومية. وفي انتظار حل معضلة الانقلاب والوجود العسكري الفرنسي، يستمر النيجريون في مواجهة أعباء الحياة وفي تحصيل لقمة العيش بشق الأنفس. خليل الجدود العربية، نيامي. في الخامسة ولكن بعد قليل. بايدن يدعو من أسماهم الجمهوريون المتطرفون للالتزام باتفاق الميزانية. وفي الخامسة أيضا، سحابة الجرف تخيم على مدينة برازيلية وتجلب معها رياحا وأعاصير مدمرة. أهلا بكم مجددا إلى الخامسة. هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من وصفهم بالجمهوريين المتطرفين قائلا إنه يتعين على مشرعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق، لذا قد يضطر الجميع في أمريكا إلى دفع الثمن. دعونا نكون واضحين، إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيعني أن أعضاء الكونغرس والجيش الأمريكي سيضطرون لمواصلة العمل دون رواتب. إغلاق الحكومة سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال، وضمان تمويل الحكومة هو إحدى المهام الأساسية للكونغرس. حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أمريكا من أجلها. وصلت كاميرا العربية إلى قرية أسيف زاكسوان الواقعة بين قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير على ارتفاع يقرب من 2000 متر.
نحن هنا في أسيف زكزاون وتعني باللغة العربية الوادي الأخضر، على ارتفاع 1700 متر، أجواء حماسية هنا بين فريق الإناث وفريق الذكور، محاولات من جمعيات المجتمع المدني غير الحكومي لمساعدة الأطفال المنكوبين بالزلزال في إقليم الحوز على نسيان هذه الفاجعة. فرحانين باش هذا الدراري الصغار وهاد المعاونه اللي جاوت لينا الدراري وهاد اللعب اللي كتلعبوا بهم هنايا وداك الشيء راه فرحانين بيه حنايا. الاحساس ديالي زوين وانا فرحانه بزاف، وكنشكركم على هاد النشاط اللي قدمتوا لينا، على هاد النشاط اللي قدمتوا لينا حنا والاصدقاء ديالنا والامهات والاباء وكل شيء، شكرا بزاف. في هذه القريه 62 عائلة معزولة بين قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير، شبكة الهاتف غير متوافرة، السكان هنا يطالبون بمزيد من الخيام ويطالبون بفك العزلة عنهم بشبكة التغطية للهاتف والإنترنت، ويطالب السكان أيضا في هذه القرية بطريق أكثر اتساعا وقدرة على إيصال الزوار وإيصالهم هم أيضا إلى الأسواق القريبة. الزوار مداو احتياجات بزاف، المدرسات الدراري ما كيقراوش هنايا، المدرسة التريبات والطاولات ما كاينش، الكراسات الدفاتر كلشي، والريزو ما كاينش، خصك تضرب واحد 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر عاد باش تهضر في التليفون. يستقبلون ضيوفهم بآيات من القرآن الكريم حافظة كتاب الله بين قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير، أطفال يقاومون أياما ما بعد الفاجعة، مستعدون للمضي قدما في هذه الحياة كما يقولون، ولو أن المسالك الجبلية وعرة للوصول إليهم. عادل الزبيري لقناتي العربية والحدث من قرى قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير إقليم الحوز. التقط مقطع فيديو مذهل للظاهرة الطبيعية المعروفة باسم سحابة الجرف فوق مدينة برازيلية، غالبا ما ترتبط سحب الجرف بالعواصف الرعدية الشديدة. نتابع. مع نهاية الموجز تنتهي الخامسة مشاهدينا، قوما. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.